احداث لحظه بلحظه. النادي الاهلي تصعيده بالامس الى السيد وزير الشباب والرياضه والمطالبه بحمايه شبابنا من هذه الامور، السبب فيها ايه؟ السبب فيها ان الاهلي تاكد بما لا يدع مجال للشك ان الصوت صوت رئيس نادي الزمالك وان الفيديو غير مفبرك. يا سيدي ما يطلع، بالعكس انا مع انه يطلع. كل ما يطلع كل ما بيزداد الغضب، كل ما بيطلع كل ما بيغلط، كل ما بيطلع ويتكلم بيزيد اصرار النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجماهير الكره في مصر المحترمه على ضروره التخلص منه. انت بتتكلم في ايه؟ بالعكس انا ضد انه يختفي. اختفائه مصلحه له، عدم كلامه مصلحه له ولفرقته، لكن لما يتكلم نكمل بقى مع بعض. هو لما يتكلم ويستمر الغلط، اغلط في زوجة الكابتن محمود الخطيب وقال لها يا هاني مش الساعات ومش الساعات. اما صاحب الرمة نفسه المستشار التركي آل الشيخ عمره ما لا يجرؤ انه يقول حاجه زي كده. يا اخي انت اديت هديه لحد نقعد نتكلم فيها كل شويه وعمره ما اتكلم فيها. النهارده هو كل يوم والتاني نتكلم فيها. ومين قال انك ما خدتش؟ وما خدتش كتير. لكن هدية احنا نتكلم فيها ليه؟ حد اداك هدية وتهادوا تحبوا بقلب ونفس مطمئنة اقول لها يا هانم مش عارف ايه؟ ما يصحش. وانا ارى انه يجب ان يتضامن المجلس القومي للمرأة ما حرم الكابتن محمود الخطيب. ليه؟ لان قبل كده تم اهانة سيدتين فاضلتين في النادي النهري للزمالك وتم التضامن معهم من المجلس القومي للمرأة. طب دلوقتي والدة كهربا تهان وزوجة الكابتن الخطيب تهان والأسر تهان وسيدات مصر يتم إهانتهن، يبقى لازم الناس تتحرك، لازم المجلس القومي للمرأة يتضامن معاها ويطلع بيان. ليه؟ مش هنتننا في كده يا جماعة. المرأة المصرية، المرأة المصرية يتم تكريمها من سيادة الرئيس، يقدرها سيادة الرئيس، مش من النهاردة، من زمان. وقال أنا تجربتي تدفعني إلى إن أنا أحب المرأة وأقدرها وأبقى ممنون ليها، لأن المرأة هي الأم والزوجة والأخت والابنة. فالنهاردة إن أنا أبقى كل شوية بشتم ألفاظ تسيء إلى سيدات مصر ما ينفعش. فيجب أن يتحرك المجلس القومي للمرأة للتضامن مع الدكتورة نيرفي حرم الكابتن محمود الخطيب، والتضامن مع والدة كهرباء، والتضامن مع البنت كمان اللي بيزعم عليها انها استغفر الله العظيم ويقول لك مع كهرباء ومش عارف ايه واسمها كذا وريم ومش عارف ايه وكلام منه. وبالمناسبه الكابتن محمود عبد المنعم كهرباء المول اللي طلع الصور دي، ما الصور دي كاميرات في المول، هو ينفع يبقى في نجم مشهور في المول ماشي هو وعائلته ويتم التركيز عليه وطلع لقطاته في المول قاعد مع عياله قاعد مع مراته قاعد مع كذا ايا كان بيشتري بيغير بيعمل بيسوي مع اصحابه مع كده؟ لا، دي عدم امانه ويجب محاسبته ويجب دي اسرار واحد على حركته مع اي حد مع ايا كان. انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ فلما تطلع الحاجات دي فالكابتن محمود عبد المنعم كهربا وفقا لما ابلغني به المحامي الشهير الأستاذ محمد رشوان أنه تقدم ببلاغ في مباحث الإنترنت وهيرفع قضية على المول، لأن الكاميرات دي خاصة بالأمن وليس التجاسس على رواد المول. فالنهاردة والدة كهرباء أهينة والناس أهينة، لازم البلاغات كلها تتحرك ولازم كهرباء يقدم بلاغاته في مكتب معالي النائب العام عشان يبقى كله بيتحرك في نيابة استئناف القاهرة بتعليمات من معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام المحترم الذي نحترمه ونقدره ونقدر هيئة النيابة العامة بكل رجال ونقدر كل مؤسسات الدولة التي تعلي من قيمة سيادة القانون، تعلي من قيمة سيادة القانون. طيب يبقى هنا على جماهير النادي الأهلي أن تحتفي، أن تحتفي ببدء حساب مرتضى
وإدعاء كابتن محمود الخطيب بأقواله ومتابعة القضية والإصرار على متابعة الحساب والإصرار على اتخاذ إجراء ضده وإعلاء سيادة القانون ومتابعة طلب رفع الحصانة بإذن الله. وراح أكتر من مذكرة للدكتور علي عبد العال قبل كده لطلب رفع الحصانة وكان بيرفض، المرة دي ما يقدرش يرفض ولا مجلس النواب يقدر يرفض. ليه؟ لأن الكيل فاض والأمر بقى أخلاقي ويمس الشعب المصري كله. أحلف طلاق ثلاثة إن البلد ما فيها راجل؟ لا، كل اللي بيديرنا رجالة، جيش مصر كله رجال، شرطة مصر وأجهزة مصر الأمنية كلهم رجال، مهندسينا رجال، أطبائنا وممرضينا ورجال الأسعاف اللي بيواجهوا الموت كل يوم رجالة، سواء طبيبات أو أطباء ممرضين أو ممرضات رجالة، ما خافوش، ما عادوش في البيوت وحطوا نفسهم قدام الموت. مينفعش إن أنا أهين شعب عظيم بهذا الشكل. فبالتالي بدء الحساب ده شيء إيجابي جدا، بدء الحساب شيء إيجابي ومتابعة الحساب ضرورة. يا عم أنا مش تعب نفسي ولا حاجة، أنا تعب نفسي بقوم بشغلي، وكل ثقة في الله سبحانه وتعالى بإن مفيش حاجة هتمر، بإن مفيش حاجة هتمر، وبإن الحساب قادم قادم. وبعدين يا بنت عليك لازم تؤمن بشيء، ها؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بكذا 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 والآخر بقلب. أنا عندي لسان وشغلتي شغلة ألم وكلام، بقول يا عم المنكر اللي أنا شايف بحاول أغيره، بحاول أغيره، هاخد أجري هاخد أجر، لو أنا ما نجحتش غيري هينجح. ما احنا بقالنا سنين ونضطهد ونحارب في أكل عيشنا وسمعتنا وشرفنا وأمانتنا، ونتهم اتهامات هبلة وعبيطة ونقذف. ليه؟ لأن احنا رفضنا ان احنا نبيع زي اللي باعوا وراحوا خلعوا مبادئهم ودسوا بالأحذية وعملوا معه وتناولوا الأجور منه، لدرجة أن الأستاذ صبحي عبد السلام نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين وصديق العزيز اللي حياته كلها كانت في قطر وشغال فيها وكذا وكذا، ماشي في موضوع أبو سنيدة ما بيقولش، لا ما بيقولش الكلام ده كده، ما بيقولش مثلا أن أبو سنيدة ده كنية كده زي أبو محمد زي أبو أحمد زي مش عارف إيه كده، والناس قاعدة بتزيد في الكلام وتعين، بقينا إحنا خلية مخابرات وبقينا مش عارف إيه وكلام من. وانا اتمنى على باذن الله كله هيجي. وبعدين قال لك امبارح، قال لك ابو سنيده عرض عليه فلوس عشان ما يترشحش وهو رافض. طب ليه يا عم ترفض ليه؟ طب ما تجاريه يا عم ونقبض عليه وتجيبه وتعمل له كمين، بحكم انك انت راجل يعني دماغك كبيره وكده وبتاع، ونعمل له كمين ونقبض عليه ونقول ايه الحكايه. لكن ترفض كده من اول مره، مش تنصب له كمين ابسط حاجه عشان يقول كل اللي عنده. بعدين واحنا كل شويه نطلع حاجه، مره السحر والشعوذه وشمهورش وعمل وسد الشبكه وقفل الشبكه والعتال وعباس وابو المعاطي وعبد الناصر واحمد سعيد والخطيب وجايبين وسيد عبد الحفيظ وكلام بالشكل ده، ومره تانية نخترع حاجه اسمها ابو سنيد. يا اخي ارجع للسحر والشعوذه على الاقل اهو يعني كده، لكن كل شويه اقول مش عارف ابو سنيده طب هو عرض عليك فلوس، تواصل بقى مع الاجهزه الامنيه ونصبوا له فخ وبتاع وقبضوا عليه، مش تقوم قايل لا كده على طول، لا يعني اعمل خطه للقبض عليه عشان على الاقل نشوف هذه الكذبه البشعه التي لا اساس لها من الصحه. كله كذب، كله كذب. وارد انه بيبعت من المصري للمصري التليفونين الاثنين، وده مسميها ابو سنيده وده مسميه ام سنيده وده مسميه مرتضى، ووارد ان زي ما اي حد فينا بيبقى بره وبيجيب خط يتنى الخط معاه ونقعد نبعت لبعض وخلاص، او اي حد يجيب له خط او اي حد قاعد هنا في مصر معاه خط، ايه المشكله يعني؟ لكن مين قال ان ده كلام صحيح؟ وبعدين ما بتسلمش تليفوناتك ليه زي ما قال معالي المستشار طارق جميل سعيد للاجهزه الامنيه؟
وانت طلعت الفيلم ده قبل كده قلت بعتوا تليفونات نفس الكلام بنعيده ونفس الكذب بنكرره، وقدمت بلاغات للاجهزه الامنيه وخلال ايام سيكشف. عدى شهور في من اكتوبر وسبتمبر اللي فات، داخلين اهو على سنه وما حصلش حاجه، كله كذب كله كذب كله كذب يعني كله كذب. لكن كنت الاول بتكلم عن السحر والشعوذه، كنت بتلاقي. وبعدين يا اخي يعني هو قرينك ده ما بيهداش يا زباوي خالص، هو قرينك ده شغال دايما على سب الناس وقصفها والخطف اعراضها وبافظع الالفاظ. يعني انا مش فاهم في ايه. وبعدين ليه ما حدش قال نودي الصوت لخبير اصوات؟ طب انت جبت منين الفيديو السليم بسرعه كده؟ قال لك دي الصوره هي ولقطات التاني بقى عشان نتقابل. طب لما انت ما معكش الفيديو ده كان بيتصور في النادي كده برضو عادي، خلصة كده عادي، الناس بتصور الرجول والناس من ورا اي حاجة. هنا جابوا الفيديو الاصلي وكتم الصوت وزاعه ماشي. اللي مجنني ان الناس بتتغزل في ادبه بمنتهى الاخلاص، بتكذب بامانة شديدة جدا، بتنافق بإخلاص شديد. يقول لك عمر لسانه ما طلعت منه العيب، عمره ما شتم الخطيه، هو لسه قاعد بيشتم الخطيه. يخرب بيوتكم. انا بصراحه ما شفتش كده في حياتي، لكن انا بقول له دور على فيلم تاني غير فيلم ابو سنيده، ويعني ممكن تقول بقى يعني شمهورش، السحر، الشعوذه، القرين، اي حاجه، لكن نبدي تقديرنا واحترامنا للدولة المصرية التي نثق فيها ونثق في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نثق في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعو الله أن يرزقه بطانة صالحة تحضه على الخير. ندعو الله أن يرزقه بطانة صالحة، بطانة لا تحمي ولا تهادن ولا تجامل، تبقى ماشيه في الحق زي ما الراجل ده راجل حق، الراجل ده عينه على حساب ربنا. فخليكم معاه، ربنا يرزقه بناس عينها على حساب ربنا، عارفه انها هتخش قبر وهتتحاسب. وانت لو عرفت انك هتموت مهما عشت هتخاف ربنا. تخيل نفسك كده قاعد في اوضه وخلاص انك مش تخرج من الاوضه دي. وضلم، وقعد كده اتفقت، تامل الحساب. تأمل القبر وظلمته. ما انت لازم تفتكر الموت عشان يبقى سلوكك سلوك محترم. لكن طول ما انت بتكنز وناسي الموت، يعني بقى في ناس كده بقى ربنا طمس على قلوبها